السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندوي على واحد المكون اللي غزال 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 من اجل تقويه المناعه ديال الشخص. دونك باش بلا ما نطول عليكم، اليوم جيت نهضر على حبوب اللقاح، بولين. هيا بولين او حبوب اللقاح، ها هي مكتوبه هنايا حبوب اللقاح 100% طبيعي. الناس اللي ما كيعرفوش حبوب اللقاح، فالناس اللي عندهم مثلا امراض او هذا، فمن الاحسن ياخذوا حبوب اللقاح. كنت قبل درت فيديو سابق على المزايا ديال جيلي رويال، دونك اليوم جيت نهضر على حبوب اللقاح. عندك البولين، حبوب اللقاح او جيلي رويال او البروبوليس، هما كنصح بهم كاع الناس من اجل تقويه المناعه ديال الانسان. الانسان كل ما كيكبر، احنا كمغاربه او كعرب نورمالمون ما كنديروش الحميه، ما كنديروش الرياضه، غير كناكلو وكنعسو، او جينيرالمون جينيرالمون سي كوم سا. مثلا كتاخد الكسكسو، كتكا بالعشيه، كدير قيلوله ايتو. فانا اليوم كنعطيكم نصائح من اجل تقويه المناعه ديال الشخص باش ما تعرضوش لامراض كثيره كثيره كثيره، كمثلا مرض السكري، مرض مثلا الضغط اللي ولا كثير عند الناس، والكوليسترول حتى هو كذلك. دونك هذه ولات من الامراض المزمنه، ولات سي دي مالادي كورونت عند الناس. دونك باش نحاولوا نحميو نفوسنا، اليوم جيت نهضر على حبوب اللقاح. ها هو كما كتشوفوا، دونك ها هو كما كتشوفوا، داكو. دونك هذه هي القرعه، ها نتوما حبوب اللقاح 100% طبيعي. دونك ها نتومايا باش نوريكم عاوتاني. دونك لو بولين اي ان تريزور issu des ruches, nutriments complets, tonique parfait pour les faibles, lutte contre l'anémie. Donc, باش نعطيو المزايا ديال حبوب اللقاح، الناس اللي عندهم الانيميا، ياك اللي عندهم فقر الدم، فكنصحهم بحبوب اللقاح. حبوب اللقاح راه عنده مزايا كثيره، سورتو الانيميا. الناس اللي عندهم عاوتاني مرض الكبد، انا درت بزاف ديال البحوث ولقيت بزاف كيدو بانه فريمون مزيان الناس اللي عندهم مرض الكبد، كينظف الكبد. دونك فوالا سورتو الانيميا، انا بغيت نهضر على الانيميا. يعني شحال من مره انا بيرسونيلمون عندي نقص في الحديد، ياك، وكنت مشيت عند دي جينيراليست اللي درت عندهم تحاليل دي تيستيتو، كنلقى عندي نقص في الحديد، فكيعطيوك مثلا داك طار ديفيرون ديال اللي نقص الحديد او فوليفير. مع ذلك واخا كنشربهم فديما كتحس بالتعب. دونك اصلا الا عندك الانيميا فديما كتحس بالتعب، واخا ما كديرش مجهود كبير ديما كتحس به. واخا كتشرب مثلا، انا كندوي على التجربه ديالي الشخصيه، رغم اني كنشرب مثلا هذاك طار ديفيرون اون فوليفير فديما كنحس بالعياء. فانا الحمد لله منين خديت هذا حبوب اللقاح والجيلي رويال غذاء الملكات، فكنحس الحمد لله بانه فريمون كاين فرق. وانا كنصحكم، انا ما تنقولش لكم شربوهم بجوج، خد حاجه وحده، خد هي جيلي رويال يا خد حبوب اللقاح، بجوج مزيانين. والبروبوليس، البروبوليس هو راه كندويت عليه في فيديو سابق، البروبوليس هذا معاه الفيتامين سي، ها هو شتي، هذا حبوب. دونك انا صراحه كنصح بهم. هذا حتى هو كيعطي كيقوي المناعه، كيقوي حتى هو المناعه، شتيها، وكيعطي فريمون كيعطي لينيرجي. هايا دونك ها نتومايا، دونك فريمون كيقوي المناعه ديال الشخص، وزيد عليه لا فيتامين سي. حتى لا فيتامين سي راه مزيانه للجسم. دونك انا كما قلت لكم، انا كنشارك معكم المنتوجات اللي كناخذ وكنجرب. هذا راه عجبني هاد حبوب اللقاح فريمون من النهار الاول. شي نهار الاول كتبان لك النتيجه، نهار الاول منين كتشربوا راه كيبان لك الفرق. انا خديت هاد الحبوب. دونك كيفيه الاستعمال، انا نقول لكم على كيفيه الاستعمال. كيفيه الاستعمال سهله، بلاتي هي راه ديجا كاينه هنايا في القرعه. دونك
ها هي دونك كيفية الاستعمال، كتاخد كتاخد معلقة ياك، معلقة كتشرب عليها الماء ياك، سينو ما قديتي كتشد كاس ديال الحليب، نص ديال كاس ديال الحليب، وكتخشي فيه معلقة ديال حبوب اللقاح وكتشربها دغيا كيدوب، فهمتي؟ راه دغيا 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 كيدوب، انا غير كنديرو فمي كيدوب. دونك هو راه صراحة كيما قلت لكم راه مزيان للوقاية ديال الجسم كامل، او ميم طون باش كيعطي القوة، سورتو الناس اللي عندهم الانيميا، وفريمون كيعطي حيوية وما كتبقاش تحس بالعياء. انا فريمون جربته، جربت البروبوليس حتى هو كذلك، راه الدكتور فايد راه ديما كيدوي على غذاء الملكات والبروبوليس وحبوب اللقاح. دونك تقدروا كاع تشوفوا لي فيديو ديالو السابقين، وغادي كيهضر اون ديتاي على المزايا ديالهم. الا عندك الانيميا راه كيحيدها، كينقي الكبد، واللي عندها مشكل مثلا ديال الجهاز الهضمي حتى هو راه مزيان مزيان مزيانه البنات، سورتو اللي عندها المصران، دونك راه كيقوي المصران. كنتمنى هاد الفيديو ديالي يعجبكم، اللي عجبو الفيديو ديالي يخلي لي لايك، او اللي عنده شي سؤال او استفسار يخلي لي السؤال ديالو في اون كومونتير، وبيان سور نجاوب عليه في اقرب وقت. ما تنساوش الاشتراك في القناة، وشكرا.